وصلنا وإياكم إلى محطتنا الأخيرة من مشوارنا الصباحي في برنامج صباح الخير، وحديثنا الحالي عن واقع القطاع الزراعي وأثر ما بعد 7 أكتوبر والاحتلال وانتهاكاته المستمرة على المزارعين فعليا، وما أبرز المشاريع الحالية. هذه تفاصيل حضروا إيانا مع ضيفنا عبر الخط الهاتفي دكتور عاهد زنابيط، مدير جمعية الإغاثة الزراعية في تلكرم. أهلا بك دكتور وأسعدت صباحا. صباح الخير إليك ولكل المستمعين والمشاهدين ولكل أبناء شعبنا إنما تواجدوا، والرحمة للشهداء والحرية للأسرى والشفاء للجرحى. أهلا بك. يعني دكتور، مع استمرار حملة الانتهاكات الواسعة التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في مختلف مناطق الوطن، وبالتالي كيف يزيد هذا الموضوع الأثر السلبي على واقع الزراعة والقطاع الزراعي والمزارعين، وتحديدا من هم في المناطق التماس والمناطق الحدودية مع الاحتلال الإسرائيلي؟ نعم، يعني منذ 7 أكتوبر والمزارعين يتعرضون للكثير من المضايقات، حيث يعني كلنا نعرف أن في محافظة طولكرم من كفر جمال جنوبا وحتى قفين والعكابة شمالا الجدار يعزل حوالي 27 ألف دنم، يمنع منذ 60 يوم أو أكثر من 60 يوم الاحتلال يمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم خلف الجدار، وبالتالي هذا يعني أن ونحن نعرف جميعا أن هذه كل الأراضي الموجودة في داخل الجدار هي أراضي زراعية، صحيح معظمها مزروع بأشجار زيتون، ولكن هناك الكثير من الدنومات، يعني آلاف الدنومات مزروعة سواء كانت باللوزيات أو بالخضار أو حتى بالفواكه الاستوائية، وبالتالي ليس من السهل أو يمنع الاحتلال الوصول إليها، وبالتالي هذا يؤدي إلى خراب كبير في المحاصيل الزراعية. بالإضافة إلى ذلك أنه ليس فقط ما خلف الجدار، وإنما يمنعون المزارعين من الوصول إلى أراضيهم على بعد 200 متر كما يدعون، ربما يكون أكثر، وعلى بعد 200 متر يعني من جانب من الجدار. وهنا وفي معظم هذه الأراضي، وخاصة دعيني أقول في ابتداء من سهل ارتاح وشويكي، نعم، ودير الغصون وعتيل وزيتة وباقة الشرقية، هذه جميعها مزروعة بالخضار، وهذه تعتبر سلة، يعني أهم سلات الخضار في محافظة طولكرم، وبالتالي يمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، إضافة لمنعهم من الوصول إلى أراضيهم خلف الجدار، مما أدى إلى خسائر كبيرة في يعني في المزارع، وأثروا على الدخل سواء كان الفردي للمزارع أو كان على الاقتصاد بشكل عام المنهار أصلا في كل القطاعات، وضفنا إلى ذلك الانهيار في المجال الزراعي، زائد أنه تخريب المزارع، يعني ما دام المزارع ما بيقدر يوصل لمزرعته، وبالتالي في هناك خراب كبير سواء كان يعني تمزيق نايلون، شبكات ري الأرض، التسميد، الري، كل هذه الأمور أصبحت غير متاحة للمزارع، وبالتالي المزارع يتكبد بهيك حالة الخسائر الكبيرة. يعني دعيني أقول أحد المزارعين اللي له أراضي خلف الجدار يعني قال لي بأن خسائره الشهرية تفوق 100 ألف شيكل، وبالتالي يعني إذا قسنا على هذا المزارع إحنا بنحكي عن ملايين الشواكل خسائر المزارعين، سواء كانوا المزارعين داخل الجدار، هذا ناهيك عن الزيتون طبعا، يعني الزيتون شيء آخر طبعا، هذا إحنا بنحكي عن مستوى الخضار، ملايين الشواكل الخضار، إضافة للخسائر ليس فقط في المحصول وإنما في البنية التحتية للمزارع نفسها، سواء كانت من بيوت بلاستيكية، شبكات ري، تربة، كل هذه الأمور. ونحن نعرف جميعا أن المزارع هو يبني مزرعته بالدين إلى حين الإنتاج، وبالتالي هناك لا يوجد إنتاج، ويبقى هذا الدين متراكم عليه لمحلات المدخلات الزراعية، وهذا يعني يؤثر سلبا بالتأكيد بالإضافة للقطاعات الأخرى على الاقتصاد بالشكل العام، ونحن نعرف جميعا أن الاقتصاد عندنا قديش هو الاقتصاد منهار، وقديش في هناك تراجع في السوق الفلسطيني وخاصة في السوق الكرمي، تراجع كبير، إضافة للحصار الكبير اللي
اللي على محافظة طول كرم اللي هو بشكل عام موجود هذا من حواجز وضايقات حتى نعم. للوصول للأراضي الزراعية طبعا. بجانب المستوطنات. نعم دكتور، وكيف ينعكس ما وضحته من هذه اللمحة للواقع الزراعي في منطقة طول كرم تحديدا، كيف ينعكس على السوق الفلسطيني وأبعاد هذا الموضوع خلال الفترة القريبة القادمة؟ نعم، هو يعني انا ذكرت انه طول كرم وخاصه هذه المناطق تعتبر سله رئيسيه لسوق الخضار، ليس فقط في طول كرم وانما في كل الضفه الغربيه. طول كرم تعتبر بلد زراعي، وبالتالي تنتج من الخضار ما نستطيع ان نقول بانها تصدر الى باقي المحافظات، وهذا ما نراه في مزارعنا في هذه المناطق. هناك الكثير من التجار ومن مناطق اخرى ياتون الى منطقتنا كي يشتروا الخضار، وال يعني باعتبار ان هذه سله رئيسيه من سلال الوطن ليس فقط من سله طول كرم، وبالتالي لا يوجد هناك يعني شح في الخضار، وبالتالي هناك كما نرى انه في هناك ارتفاع اسعار، وارتفاع الاسعار سببه هو السبب الرئيسي انه هو ما في انتاج كبير، وبالتالي ترتفع الاسعار، وهذا بياثر طبعا سواء كان على المزارع انه يصبح بلا دخل، ويعني احد المزارعين كان هذا بياثر علي انا اكثر شيء اجتماعيا، انا قاعد في الدار ما بعملش ولا شيء، وبالتالي انا بياثر علي اجتماعيا انا يعني ونفسيا. وكثير من التأثيرات اللي بتنعكس على على كل الوطن، وبالتالي المزارع ايضا هو المزارع ينعكس على التاجر، والتاجر يعني السر الخلل الاقتصادي الموجود عندنا انه لا بالوظيفه العموميه ما في رواتب عمال، ما في داخل اسرائيل، ونحن نعرف ان عمال الزراعه ايضا يعني ما بيدخلوا على اسرائيل والمزارعين انفسهم، وبالتالي هذا يؤثر سلبا كثير، يؤثر على السوق الفلسطيني وعلى الاقتصاد الفلسطيني. نعم نعم دكتور، سؤال أخير وهذا الجانب، كيف أثرت أيضا هذه الأحداث الراهنة على جمعية الإغاثة الزراعية من خلال المشاريع وسيرورة هذه المشاريع؟ لأننا كنا نشهد بالتأكيد خلال عام، يعني إذا ما قارنا هذا العام بالعام المنصرم، كنا يعني نضج في الحيوية والمشاريع الزراعية في مختلف المناطق، وبالتالي هل أثرت هذه الأحداث على سيرورة المشاريع الحاصلة لديكم أو خططكم مما قد وضعتموها سابقا لهذه الفترة؟ بالتأكيد يعني الأحداث والحرب والعدوان على غزة أثر كثير على أداء المشاريع في الضفة الغربية. فأول شيء يعني في صعوبة في التنقل من مكان لمكان، وبالتالي هذا أثر سلبا على 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 موظفينا الذين يعملون في مناطق غير مناطق سكناهم. إضافة إلى أن هناك في لا شك أن هناك في مضايقات على المزارعين، وبالتالي لا تستطيع الإغاثة الزراعية الوصول لهم بطريقة مباشرة. أنت تعلم موسم قطف الزيتون نحن يكون لنا عدة حملات السنة، صحيح. ما قدرنا نعمل هذه الحملات لأنه إحنا بنعمل هذه الحملات في المناطق القريبة على الجدار أو نقاط التماس أو المستوطنات، وبالتالي إحنا ما بنقدر نغامر بحياتنا ولا بحياة المتطوعين، وبالتالي هذا أثر سلبا على المشاريع الأخرى. هي تعمل ولكنها ببطء، وأنا ذكرت ليش، لأنه في صعوبة في التواصل أو في الوصول إلا المشاريع التي تعتبر يعني اللي ممكن إنه إحنا نشتغل فيها بسلام وأمان، يعني إحنا مستمرين في عملنا في مشروع تأهيل أحراش عنبتة، مستمرين في مشروع الخضار و الخضار في طول كرم وإدخال مشاهدات جديدة وأساليب جديدة للزراعة أو للمكافحة أو للري. يعني الأشياء اللي ما بتشكل لا خطورة لا علينا ولا على المقاولين ولا على موظفينا ولا على متطوعينا. الشيء الأساسي اللي احنا بنشتغل فيه حاليا هو بنشتغل فيه في غزة، اللي هو عن طريق تقديم مساعدات سواء كانت طرود غذائيه او صحيه او مقاوميه قدر الامكان لاهلنا في غزه، حيث حولت الكثير من المشاريع لاغاثه اهلنا في غزه الذين نتمنى لهم السلامه وان شاء الله تنفصل الحرب يا رب.
ويكون ونعيش بسلام إن شاء الله في هذه المنطقة إن شاء الله. هذا ما نأمله، وشكرا جزيلا لدكتور عهد زنابيط مدير جمعية الإغاثة الزراعية في تلكرم على هذه التفاصيل، ونتمنى لكم كل التوفيق في جهودكم المبذولة. شكرا جزيلا. يعني كانت هذه محطتنا لهذا الصباح من صباح الخير، وبالتالي شكرا لكل من كان ضيفا وإيانا وحدثنا بموضوعه وبما